صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث يوم الثلاثاء 27 تشرين الاول 2015. بسرني اني رحب بضيفي باستوديو رئيس حركه الشعب النائب السابق نجاح وكيم. صباح الخير استاذ نجاح. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اليوم مش عارفين من وين بدنا نبلش، يعني منبلش من النفايات ولا منبلش من الكبتاغون ولا منبلش من الحكومة يلي يعني مثل بعضها، إذا اعتكفت ولا استقالت ولا صرفت أعمال، الحال واحد، الحال من بعضه. من وين ما بلشتي بنوصل لنفس المطرح. المصدر واحد، تعددت الأسباب. على أي حال نحن أصلا شعب صرنا محششين من الزبالة أكتر، وعم ننام ونوع على ريحة الزبالة، مش بحاجة لشي تاني يخدرنا، يعني ماشي حالنا مخدرين خلقة. خلينا نقوم نحن وياكم المشاهدين بجولة إخبارية سريعة مع زميلة كلارا جحا، نعود بعدها ونبدأ بالحوار. شكرا سمر، أهلا بكم. قال الرئيس تمام سلام إنه أبلغ موقفه إلى المجتمعين في الحوار الوطني أنه إذا لم يكن هناك قرار سياسي موحد لدى الحكومة بكل مكوناتها بشأن خطة النفايات فهذا يعني أنه لا لزوم لبقاء الحكومة. وقال سلام للسفير إنه لا يقبل برفض مكون حكومي واحد لخطة معالجة النفايات، فإن رفضها مكون واحد أو حتى ربع مكون فلن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء وستكون لي خيارات المناسبة. وكشف سلام أنه سبق لحزب الله أن أبلغنا بحماسة موافقته على اغتيار مطمر في البقاع الأوسط، لكن يبدو أنه بعد كلام الوزير نهاد المشنوق شعر بأنه مستهدف بموقف سياسي فتم إبلاغنا بعدم الموافقة على المطمر لأسباب أمنية. وقال سلام أنا حذرت الجميع في جلسة الحوار من أنني عندما أتخذ أي موقف إنما أتخذه من تلقاء نفسي وليس تلبية لرغبة أي طرف. تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم اجتماعا برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التين مخصصة لمشاريع القوانين المالية العاجلة، وذكر أنه نظرا إلى ضيق الوقت الذي يفصلنا عن آخر السنة فهناك أولوية للموافقة على مشاريع القوانين التي تضمن استمرار دفع الرواتب والتعويضات وتلك التي تخص الجيش والبنى التحتية وصدقية لبنان المالية والاقتصادية مع البنك الدولي والصناديق المالية. وأفادت مصادر من الهيئة أن انعقاد جلسة لهذه القوانين يتوافر لها النصاب المطلوب لن تكون استفزازية لمن سيقرر مقاطعتها نظرا إلى أهمية القوانين الواجب إقرارها. تستضيف فرنسا اليوم اجتماعا دوليا حول سوريا يشمل أبرز الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة. وبحسب مصادر فرنسية سيشارك في الاجتماع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا والسعودية وتركيا، إلا أن جون كاري سيغيب عن هذا الاجتماع. إلى ذلك كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أن جولة جديدة من المباحثات الدبلوماسية بشأن الانتقال السياسي في سوريا قد تجري عقب نهاية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتعين في نهاية المطاف إشراك إيران في المحادثات بشأن هذا الملف، وقال إن الإيرانيين طرف ذو مصلحة في هذه العملية. ذكر المرصد السوري أن داعش أقدم على تفجير أعمدة في المدينة الأثرية في تدمر، لافتا إلى أن عناصر التنظيم عمدوا إلى ربط ثلاثة أشخاص كانوا معتقلين لديه وقيدوهم إلى الأعمدة في القسم الأثري من تدمر وقاموا بقتلهم عن طريق تفجير هذه الأعمدة. وبحسب المرصد فإن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها التنظيم بقتل أشخاص بهذه الطريقة، مذكرا بأن التنظيم المتشدد عمد في الأشهر الأخيرة إلى طرق جديدة في القتل، منها دهس عنصر من القوات الحكومية بالدبابة. أوقفت الشرطة التركية 30 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية مداهمة كبرى نفذتها صباح اليوم في مدينة قونيا وسط تركيا. وهذه العملية جرت غدا اشتباك دموي وقع في ديار بكر وقتل فيه شرطيان وسبعة عناصر من داعش. أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أنها ناقشت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بروكسل مساء أمس خلال عشاء عمل، ناقشت تطبيق إجراءات ملموسة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين.
ربما كان السبب العام لهذا هو اليأس الذي بدأ يشعر به الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني بعدم وجود أو إمكانية حل الدولتين. نحن نأسف ونتألم للدماء المدنيين التي تجري حاليا في الأراضي الفلسطينية. نحن ضد إراقة دماء هؤلاء المدنيين الأبرياء، ولذلك نطالب الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات من كما ذكرت حول الأقصى وحول المستوطنين، ثم نعود إلى المفاوضات وتطبيق الاتفاقية. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن سفينة حربية أمريكية دخلت بطريقة غير مشروعة المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، واعتبرت أن إبحار المدمرة الأمريكية قرب جزرها الاصطناعية يشكل تهديدا لسيادة الصين، مشددة على أنها سترد بحسم على الاستفزاز المتعمد من أي دولة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث وسمر أبو خليل. شكرا كلارا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وأرحب مجددا وأبدأ الحوار مع ضيفي رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح وكيم. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ نجاح. خلينا نبدأ من سابقة في مطار بيروت، يمكن لأول مرة بتاريخ لبنان بيظهر أمير سعودي من العائلة الحاكمة مكبل اليدين إثر ضبطه بالجرم المشهود بعملية من أكبر عمليات التهريب، 2 طن حبوب كبتاغون بمطار بيروت تحت غطاء ملكي، مش غطاء ملكي يعني الملك مغطى، تحت غطاء الانتماء إلى العائلة الحاكمة. يعني الحقيقة أول ما سمعت بالخبر أول شيء هذا هالكمية هيدي قالوا إنه هو بيتعاطى مخدرات، هيدي 2 طن منا الاستهلاك الشخصي، وإذا كان للتجارة يعني نحن نعرف إنه أفراد العائلة المالكة من أول ما بيخلق الواحد بيخلق وبيقى في معه رصيد ضخم بالبنك ينمو يعني منه بحاجة لفلوس. فالسؤال أو الاحتمال الأكثر ترجيحا، هل إنه في جهات بالسعودية ترعى الإرهاب، ترعى منظمات إرهابية؟ مش هذا مش اتهام، هذا اعتراف من قبل مسؤولين كبار هناك. السؤال هل إنه هالكميات رايحة من شان تتنبعت للي عم بيقاتلوا بتوجيهات من المملكة العربية السعودية وحلفائها، سواء بسوريا بالدرجة الأولى أو باليمن؟ لأن نحن نعرف أنه أو هيك بنسمع أنه المقاتلين تيكونوا أكثر شراسة ودموية وهمجية، بيخدرون تيرتكوا أعمال فظيعة. يعني مثل ما أنا شايفين أنه شفنا مناظر يعني ما بحب عددها. هل أنه هيدي هالكمية رايحة من أجل هذا الغرض؟ بين كل الاحتمالات هذا يبدو الاحتمال المرجح. طبعا في لبنان التحقيق لن يصل إلى نتيجة. ليه؟ لأنه أنا بتصور أنه يمكن ما بعرف مين العنصر اللي كمش بس أنا برأيي أنه هذا بيطير. ليش بده يطير؟ في قاضي بدأ كمان اليوم، القاضي داني شربية يعني عم بقول انه داني شربية عمل انجاز امبارح في واقعة خطيرة قدامه اخذ قرار، بس يلي كمشوا هالتهريبة هيدي الخطيرة يعني بتصور انه يمكن يعتبروها غلطة من العنصر ويحملوه مسؤولية مهما كان الأمر. هيدي مش أول مرة، نحن أكثر من مرة حكينا عن شو عم بيفوت شو عم بيطلع كان من مطار بيروت الدولة، أكثر من سواء مرة. كان عبر الطائرات الخاصة أو عبر الغطاءات الدبلوماسية والسياسية وغيرها. وبالحقيقة أنه حتى أوقات انكمش ناس، يعني مثلا هذا القطري اللي كمشوه معه فلوس وجاي كانوا تيبعتون للي عم بيقاتلوا بسوريا واللي عم بيقاتلوا بلبنان،
يعني مجموعات إرهابية. كما شو بالغلط شوي بضغوط أفرج عنه ترك بسند إقامي وممنوع يغادر الأراضي اللبنانية. هذا القرار اللي طلع وقته طلع القرار ممنوع يغادر الأراضي اللبنانية الظهر، عشية كان الزلمة صار بقطر وما حدا رجع سأل. نفس الشيء هلأ، يعني ما بعرف، بس كأنه عم نعمل حكم استباقي على مش عم بعمل حكم. يمكن استباقي. اليوم لأنه هالقد كانت علانية الشغلة وهالقد مش قادرين إنها تتلفلف. ما هي دي كمان كانت علانية كتير واضحة يعني، وتم الإعلان عنه بوجود مواقع التواصل الاجتماعي، صرت بثواني فيك تعرف عن كل شيء. عملية لفلفة مش ما بتصير، بس بتصير أصعب شوي يعني. يعني اليوم في حفظ هيبة الدولة بين هلالين، هلا بنحكي وينية الدولة. هيبة مين؟ دولة. ايه فما قلنا بين هلالين، هلا بنحكي وين صارت هيبة الدولة. في هيبة قضاء كمان، هو بيقرر يا ببيع حاله على الآخر يا بضل في ناس يعني نزيهين بالقضاء. إلنا إن نتمنى. وفي حلفاء كمان أستاذ نجاح اليوم، يعني امبارح الوزير وهذا المشنوع قال إنه هو لم يتلقى أي اتصال ضغط بهذا الإطار. معلومات الصحف بتقول غير هيك، بتقول إنه امبارح صار في تدخلات كتير كبيرة لحتى بمحاولة ضغط يعني ليلقوا إخراج لهذا الموضوع. أنا في رجح حسب السوابق اللي منعرفها، برجح إنه بدأت الضغوط تيلقوا تخريجه. بس صح فيها بكرة تتحمل لأحد مرافقينه، حدا بيعترف من المرافقين على حاله أنه بيتبنيها، بيمشي الحال. ممكن يطلع أي واحد منها مفتريين على الجماعة. يعني بهالبلد كل شيء بيصير. مثل ما قلت لك، السوابق ما بتشجع أي واحد أنه يقول في دولة وفي قانون والكل تحت القانون، شو ما كانت صفاتهم شو ما كانت مقاماتهم. لا، بلبنان التجارب الماضية كلها ما بتخلينا نتفائل. هلأ وين رح بتروح هالقصة قضائيا؟ الحقيقة ما بعرف، بدنا ننطر لنشوف يعني. برجح انها تتلفلف. بس الأخطر من هيك هو الشيء اللي أنا بلشت فيه، وهو انه هيدي هالكمية الكبيرة، هيدي واحدة من الصفقات، واحدة أكيد. من أكيد. فهيدي هون دور يعني ما يوخزوني، دور المملكة أو جهات بالمملكة ترعى الإرهاب وتستخدم لبنان في هذه العمليات القذرة. وهذا شيء بشكل خطر كبير على لبنان. من هون أهمية أنه الحقيقة بهالمسألة تنكشف، على الأقل هذا يعمل ردع لدى كل اللي عم بيستخدموا لبنان ضد مصلحته. نحن إزاء سوريا بيأذي لبنان بصرف النظر عن مسألة الأخوة كل هودي. يعني كل ما ضررت سوريا الخطر على لبنان بيكون أكبر بكتير. نحن إلنا مصلحة كلبنانيين إنه الأمور بسوريا تمشي بنحو حل سياسي وإنه تبقى الدولة السورية. فأي شيء غير هيك هو خطر كبير على لبنان. نعم. فأن يستخدم لبنان من قبل هذه الجهات الشعورية أو غيرها يعني. ممر اللي مش لا يعني هيدي مش قصة اخدين كابتاجون تيروحوا يوزعوه على هالشباب هنيك، هولي اخدينه من شان غرض الإرهاب. نعم. هذا المرجح. طيب اليوم كمان في سؤال بيطرح حاله اليوم بمقال زميل حسن علاء بصحيفة الأخبار، كاتب بعض التفاصيل عن هذا الموضوع وطرح أسئلة كتير مهمة بدي أسمح لحالي أني أنقلها. من بينها مثلا أنه تبين أنه الدمغة اللي موجودة على هالحبوب الكابتاجون وعلى هذه الأكياس الموضبة هي ذاتها بتتكرر بكل عملية مخدرات من سنة 2000 لهلأ، مما يعني أنه في مصنع واحد عم بيعمل هذه، عم بيكون المصدر الأساسي لهذا الأمر. طيب من 16 سنة لهلأ بعد ما لقينا هالمصنع؟ هذا السؤال لألي أنا ولا للدولة؟ للدولة ولألك كمان، بحب أعرف رأيك بهالموضوع. هذا شو بيعني؟ رأيي. شو بيعني أنه في حدا أو جهات نافذة مغطاية هذا المصنع أمر مثلا؟ طبيعي. أمر طبيعي، لأنه واضح أنه المصنع بلبنان إلا إذا كان خارج لبنان وعم بيصير في عملية ترانزيت يعني أو طبيعي. عملية أمر طبيعي مغطى من الداخل ومن الخارج. وإلا ما بيقدر
يعني اللي بينتج هيك كميه كميات هائله، هالكميات الهائله بدها مصنع هائل. المصنع الهائل هذا ما بيكون بيقبوا تحت الارض ما هيك؟ فامر طبيعي انه معروف. طيب معروف وعم بيشتغل ليه؟ لانه مغطى. مين اللي مغطى؟ هون سؤال، من 16 سنه لهلا مش مبين بعد وين هالمصنع يلي عم يدمغ نفس الدمغه علنا وما حدا عم. السؤال هذا لمين بيتوجه؟ بيتوجه للدوله طبعا او للمسؤولين، للسلطه السياسيه طبعا. مش عندنا دوله، هالسلطه القائمه والمتوارثه. طيب وهون يعني السلطه، طيب قلتي 16 سنه، بهال 16 سنه كم رئيس حكومه تعاقبوا؟ كم وزير داخليه تعاقب؟ كم مسؤول عن الاجهزه الامنيه تعاقب؟ طيب ليش كلياتهم سوا بعد ما حدا كمش هوده؟ يعني هون بتذكرني امبارح كنت انا وصديق عم نحكي، لانه في البعض كانوا عم بيقولوا معلش يعني انه اللي عم بيقولوا كلهم يعني كلهم، انه طيب يا عمي ميزوا. قلت له لا ما بيميز. ليش ما بيميزوا؟ خلي القضاء يميز بين المقصر وبين المرتكب والى اخره. ذكرت واقعه سنه 92 انكشفت قصه البوما. نعمل لجنه تحقيق برلمانيه، خلصت لجنه التحقيق بدون ما فوت بالتفاصيل، خلصت الى اتهام اثنين هن امين الجميل وسامي مارون. حسب الاصول انه هذا التقرير عبر رئاسه مجلس النواب بيروح لرئاسة الحكومة اللي عليها أوتوماتيكياً إنها تحولها للنيابة العامة. نعم. شو صار؟ لحقت القصة وين صارت؟ طلعت من رئاسة مجلس النواب. بس ما وصلت عن النيابة العامة. نعم. بعد ما وصلت عن النيابة العامة. لا وصلت لعند رئيس الحكومة أنا زاد كان رفيق الحريري. انضب الجرور. طيب وما راح للنيابة العامة. طيب من 92 لليوم. كم رئيس حكومة تعاقب على لبنان؟ ليش ما طلع هالملف؟ كم وزير عدل تعاقب على لبنان؟ ليش ما طلع هالملف؟ كم حكومة تعاقبت؟ ليش ما طلع هالملف؟ ومثل هيدي الملفات في ملفات كثير. فإذا وقت اللي بنشوف من هون، يعني وقت اللي بتشوفي انه بلد مليان سرقات وما في ولا حرامة وعند الحزة بتصير الوحدة الوطنية اللي جامعتهم كلياتهم انه بحجة الوحدة الوطنية وحدة وطنية للتستر على السرقات، وحدة وطنية لتدمير المجتمع في لبنان لأفقار الشباب، لا 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 كل هذا ساعتها الوحدة الوطنية. وقت اللي اما في مسائل تانية تال قد ما بدك ومسبات قد ما بدك وإثارة نعرات قد ما بدك. فبرجع لهي القصة انه طيب مصنع كبير لتصنيع حبوب المخدرات. طيب يا خيي كنت ساعة قلت زل لسانك وقلت هيبة الدولة، اي هيبة واي دولة؟ نعم. طيب واضح هلا بنشوف اي دولة. ايه؟ الدولة يلي مش قادرة تشيل النفايات من طرقات، الحكومة يلي مش قادرة تتفق، عملت خطة مش قادرة تطبقها. ليش؟ لأنه صوتوا صوريا عليها بإيه وكذبوا على الناس وطلع بالآخر ما حدا بده إياها هيدي الخطة. الدولة الحكومة يلي رئيسها بيقول إنه الفيديوهات يلي بينت هي فيديوهات مفبركة، في حدا إجا كب بالوقت اللي عم تمشي فيه المي، إجا فضى كاميون زبالة وسحبت الزبالة. إيه مترو جولدن ماير كانت عم تعمل فيلم سينما، عنا عم تصور فيلم سينما عنا. هيدي هي هيدي هي بالتحديد. فهيدي الدولة اللي عم نحكي عنها اليوم. الحكومة رايحة نهار الخميس ما بنعرف لوين، رئيس الحكومة قال ما رح يقبل إلا ما كل المكونات تكون موافقة على موضوع خطة الزبالة، وإذا مكون واحد رح يرفض هو ما رح يدعي لجلسات حكومية وعم بيمهد وكأنه ذاهب إلى الاعتكاف. اسمحي لي شوي. يلا. معلش خليهم يبطلوا يتشاطروا على الناس بلا زعبرة. على الأقل بلا زعبرة لأنه ما حدا عم بيصدقهم. يمكن معلش ما يواخذوني الشباب بالحراك وكلهم سوا يعطيهم
ألف عافية، وفعلا أنا بكل قلبي معهم. بس مثلا وقت اللي قالوا لهم قدموا خطة، قاموا قدموا خطة، ولخي إن شغلتك تقدم خطة، هل المسألة هي بس تقنية أو أغمق من هيك بكتير؟ شو هي؟ اللي سموها خطة شايب هي خطة غير قابلة للتحقيق، وهن بيعرفوا. ليش غير قابلة للتحقيق؟ لأنه غير قابلة للتحقيق. ليش؟ هلا بقلك وصل لك. إجوا إنه طارحين خطة وبدنا أفكار، قاموا برا حسنون نية تيقدموا أفكار، تتنقل بالقصة إنه هلأ النقاش خطة جماعة الحراك، خبراء الحراك هن اللي معهم حق، ولا هديك خبراء الحكومة معهم حق؟ بصير بدك كونسلتو من الخبراء تيشوفوا مع مين الحق، وبهالسجير بتضيع القصة والزبالة بالطرقات. ستي أنا مواطن في دولة قدامي، أنت يا دولة مسؤولي أنك تشيل النفايات. مرة أخرى، ويمكن كل مرة كنت هون، على أنه بلا زعبرة أنتوا ما فيكن تعالجوا النتيجة بدون ما ترجعوا للسبب. شو هي سبب قصة النفايات؟ سرقة، بس كلمة واحدة، سرقة. شأن كل الملفات الأخرى، الكهرباء شو؟ سرقة. الأشغال هيدي البنية التحتية العظيمة عنا، يلي إنه معقولة كل أول موسم شتاء ساعتها هودي أركان السلطة بيصيروا يصلوا إنه إن شاء الله الدنيا ما تشتى؟ إنه معقولة؟ شو هي التلزيمات بالتراضي؟ سرقة. الوزراء اللي تعاقبوا، لصوص. طيب نحن ما فينا نعالج النتائج بدون ما نرجع للأسباب، ما نبلش بالأسباب. بس أنت عندك هلأ حالة طارئة وأمر واقع ما فيك ترجع فيها إلى راس النبع، يعني بدك شوي تجرب تعمل مرحلة انتقالية. لا تقدر اسمحيلي شوي تعالج. أينت الناس بيقبلوا وقت اللي بيصدقوا السلطة؟ ما هيك؟ لو أنه قام مسؤول واحد في السلطة قال لهم يا ناس أزمة النفايات تعود للأسباب 1 2 3 4 5 من 92 لليوم، هيدي هي الأسباب، الحل المستدام يبدأ بمعالجة الأسباب. ولكن هلأ وصلنا قدام كارثة، بدنا نتعاون مع بعضنا لإيجاد مخرج مؤقت أقل ضررا. معلش يا ناس المطامر انه ساعدونا يا اهل هالمنطقة من شانكن ومن شان انتو جزء من مجتمع، نحنا بدنا نعمل مطامر مثلا بمواصفات كذا لمدة 6 أشهر تنكون لقينا هذا الحل المستدام، او تنكون بلشنا نطبق الحل المستدام. ولكن هذا الحل يبدأ بانه كل واحد مد ايده سرق بدها تنقطع ايده مين ما كان يكون. ساعتها الناس بيرضوا. صح. بس وقت اللي الناس ما بيصدقوا ولا مسؤول، لانه المسؤولين ما عم بيحكوا الحقيقه. طيب هلا الناس مش مصدقين، مش والناس مصدقين. كمان ما فينا نلومها بمناطقها انه تحط مطابر عندها، لانه كان عندهم خلينا نقول مطمر الناعمه ومثله ومتين مطمر مكبرش حمود وغيره. هودي يلي كانوا المفروض على 6 أشهر و7 أشهر وامتدوا الى عشرات السنين. مزبوط. لقدام يعني عم بتشوفي. بس هلا انت استاذ نجاح بوضع حتى مبدا المحاسبه ومبدا انه مين بدك تحاسب؟ مين بده يحاسب مين؟ ما تقلك شيء. فاذا وصلنا كمان لزلة لسانك مرة اخرى، دولة ما فيش دولة، متفقين يعني انه ما في دولة، ما بس اليوم يلي بده يحاسب هو خلينا نقول القضاء، مش هيك؟ طيب ما القضاء لمين؟ القضاء معدودين على أدى على على اصابع اليد الواحدة، وطبعا نظلم الايدتين القضاة الشريفين والنزيهين ويلي عندهم بعدهم مش بيعين حالهم، والباقي كله محطوطة يد السياسة ويد السلطة عليه. فمن هون فمين بده يحاسب مين؟ مزبوط. من هون كلنا بدنا نشتغل، يعني هون بقول كل واحد من وين؟ اسمحي، كل واحد بده يشتغل من موقعه. يعني أنا بتوجه للقضاة الشرفاء وهم ليسوا قلائل، بس وقت اللي بيكونوا ساكتين ما بيعيدوا ينعدوا.
طيب ليش ما بيشكلوا نوع من رابطة تيدافعوا عن سمعة المؤسسة اللي هن بينتموا لها؟ وهيدي مؤسسة مش صاحبة مهنة، هي صاحبة رسالة. يعني مثل ما أكثر من مرة ذكرنا قصة القضاة هودي الأيد البيضاء تبع إيطاليا. طيب ما نحن في عنا قضاة كويسين يجوا يعملوا رابطة فيما بينهم وينتفضوا في مواجهة. هلأ الناس بيقولك ليش الناس عم تلجأ لحل، ليش عم تكتر الجريمة؟ في عدة أسباب، منها أنه المواطن لا القضاء ما بيشكل له مرجعية، أنه أنا زرعت على القضاء شو بيطلع لي، فإذا عم بيروح ياخد حقه بإيده وعم تكتر الجريمة. ما هيك؟ فمن هون أنا برأيي القضاة الشرفاء لازم يتحركوا، ومرة أخرى بكررون إياها، وهيدي مسؤولية عليكم مش مني منكم تتفضلوا فيها على الناس، مسؤوليتكم تجاه شعبكم وتجاه المؤسسة. أنا بتوجه للمحامين، يعني هي المفروض النقابة تقوم بهالشيء، بس أنا بتوجه للمحامين الشرفاء الكويسين، وهم أيضا ليسوا قلة، يدعوا لنوع من اعتصام، انه نحن بنعمل اعتصام، نحن بنعمل اضراب، مطالبين فيه من وجه مذكرة لمجلس القضاء الاعلى. وضع القضاء على هذا النحو منه مقبول، وهذا عم بيسهم بتدمير البلد. عملوا حركة خفيفة بس ما عطيت نتيجة، لانه يمكن ما كانت فعالة. رح يعملوا اكتر، رح تكون فعالة اكتر. انا عم بقلك رح يعملوا اكتر. في شيء عم يتحضر هلأ يعني؟ ايه. شو؟ مش ضروري اصحاب الشأن يقولوا. يعني عم تحكي عن دراية بالموضوع اللي عم بيصير. مش أنا ما إلي حق احكي، لأنه مش أنا اللي عم دير القصة، بس أنا على تواصل. إيه، المحامين عليهم دور، القضاة عليهم دور، تيكون في جهة مرجعية تحاسب، لأنه مؤسسات الرقابة شو عملوا فيها؟ طيب ما تعيينات بالمواقع الكبرى فيها كيف؟ عن طريق المحاصصة. يعني كيف بدك انه هيدي تحاسب؟ لانه هون الفساد، يعني خطورة هال 24 سنة انه تحول الفساد من علة يمارسها افراد الى وباء تقوده الطبقة السياسية. بيعدي. بيعدي. فبالتالي انه يعني مؤسسات الرقابة تعطلت في مطرح ما بده يبلش. اذا بدك مين اللي بلش؟ يعطيهم العافية الناس يلي نزلوا انفجروا ونزلوا. وهوني معلش بين قوسين، لانه هلا بدعايات اهل السلطة انه في هذه المجموعة بديرة فلان. هذا كلام كذب. مش المجموعات هيدي، مع كل احترامي لإلها كلها. طيب بس هو عفوا معلش خليني كفي الفكرة إذا سمحت. مش هن اللي عملوا الحراك، الناس انفجرت. أمر طبيعي إنه يطلع مجموعات تعبر عن غضب الناس، وبالآخر يبلشوا يفكروا إنه كيف بدنا نوجه هذا التحرك الشعبي تيقدر يحقق غايات. فمش مزبوط انه فلان عيط للناس ولعب لهم عقلهم والناس نزلوا. من هيك اللي عم بيراهنوا على انه هذا الحراك بده ينتهي، وهلا بيقولوا خفت. ما خفت، لانه المصايب بالبلد ما قلت، زادت. بس كمان اليوم في علامات استفهام تطرح على منهجية هذا الحراك. يعني اليوم في ناس وجهة نظرها بتقول انه حراك من هذا النوع لحتى لي يقدر يعطي نتيجة لازم تنزل على الشارع، ما تطلع. يعني بدك تنزل تعمل هذا الضغط القوي بالشارع. هيدي واحد. اثنين، في وجهة نظر اخرى تقول ايضا انه قديش هيدي الناس الموجودة بالشارع هي فعلا متحررة من قيود الطوائف والزعمات والسياسيين وما الى ذلك. بعدك لهلا بقلب الحراك بتشوف ناس اذا سب زعيمة بتدور وبتفل او بتحرد او بتعمل مشكل. يعني قديه هيدي الناس طلعت من عقلية التبعية وعقلية الزعامة وعقلية التزئيف للزعيم والعقلية المناطقية والطائفية وغيرها. خليني أول شيء مرة أخرى، ما حد يفهمني غلط، أنا لا أتحدث نيابة عن هذا الحراك، لأنه هودي ما بيشتغلوا عنده، بحترمهم كتير ومواكبهم كتير.
أول شيء هودي الناس إنه الحراك شو لازم يعمل؟ أمر طبيعي. هودي فرخوا مبارح في سياق الانفجار الشعبي يلي صار. فبيصير أخطاء، مش أنا اللي ولا أنت ولا حدا بموقع يقول هذا غلط وهذا صح. صح. بس أمر طبيعي إنه يصير أغلاط، يتعلموا من الأغلاط. يعني هودي ما بيخلقوا بيعرفوا كل شيء، هودي عمرهم شهرين يعني مش كتير، بيصير أخطاء بيتعلموا منها، بيصيروا أقدر على قيادة حركة الشارع، وهذا الأمر الطبيعي. هلأ بتصير هفوات وأخطاء ممكن، بس كمان إنه بتسبوا هالزعيم، أول شيء أنا ضد المسبات، هني منو جايين لأنه الناس مش نازلين تينتقموا من طبقة، هني نازلين تيحققوا عندهم هدف. مش مزبوط إنه نازلين يسقطوا الدولة، ما الدولة سقطت، نازلين من شان تيرجعوا يبنوا دولة. فمن هون إنه ما حدا يغرقهم أو يغرهم بإنه شعارات توحي بإنه هودي عن ينتقموا من فلان أو فلان. هلا بتصير أخطاء، بس هيدي أخطاء منا قاتلة. بس تقلك شغلة، أنا نزلت بالمظاهرات، أنا نزلت ونزلت أمشي هيك بآخر الصفوف، كان هممني أسمع الناس العاديين شو عم بيقولوا. اللي رعب الطبقة السياسية هن إنه هودي الناس ما استوردناهن، ما استوردتهم هالحركات من السويد، هودي إجوا من هالاصطفافات الطائفية، وحدتهم هذه المطالب في مواجهة طبقة سياسية فاسدة. فاللي عمل حالة هلع حقيقي، وأنا اللي عم بقوله هيدا بعرف معلومات، كلهم كانوا بحالة هلع لأنه كانوا عم يحسوا إنه الناس اللي حشدون وراهم بالتعصب وبالرشاوة انتفضوا على التعصب وعلى الرشاوة ونزلوا على الشارع تيزحون. نعم، رح نكمل الحديث بهذا الإطار، بس خلينا نقوم نحن وياك والمشاهدين مع زميلتنا كلارا جحر بجولة سريعة على مقتطفات مختارة من الصحف. تفضلي كلارا. شكرا سمر. نبدأ الصحف اليوم من الحياة التي كتبت عن طاولة الحوار: علمت الحياة أن الرئيس نبيه بري وزع على المتحاورين جدول مقارنة حول مواصفات الرئيس العتيد استنادا إلى أوراق الفرقاء الذين تقدموا بها في الجلسة السابقة، عرض فيه نوعا من المقارنة. ورد نائب رئيس البرلمان فريد مكاري بالقول إن هناك أمور لم يأتي على ذكرها من القضايا الواردة في مواقف قوى أخرى في الجدول، فاقترح النائب طلال إسلام أخذ رأي كل فريق بكل نقطة. جدول بري تضمن نقطة تتعلق برئيس يدعم المقاومة ضد إسرائيل، فتركز عليها النقاش، وأجمع ممثلو قوى 14 آذار على تأييد مقاومة إسرائيل لتحرير الأرض. أكدوا قدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن لبنان، وعلى أن المقاومة يجب أن تكون في إطار منظومة الدفاع الوطني التي يفترض أن تنص عليها الاستراتيجية الدفاعية. من الحياة ننتقل إلى الجمهورية، حيث كتب سالم زهران: دوليا عدوى الحوار اللبناني تصيب سوريا. يقول في مقتطفات من مقاله: وصف مصدر دبلوماسي رفيع زار بيروت في الساعات الماضية مؤتمر فيينا الرباعي الذي شاركت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا إلى جانب السعودية وتركيا بأنه طبخة بحص رمى فيها كل الأطراف ما في جعبهم وبمقاديرهم، وفي الخلاصة اختلف المتحاورون على سلم الأولويات. يضيف سالم زهران: الجانب الروسي وبالاتفاق مع الرئيس بشار الأسد في القمة العلنية الأولى في موسكو باجتماعاتها المنفردة منها والموسعة بأركان الدولة الروسية الدبلوماسيين والأمنيين، والتي انتهت بمائدة عشاء شرب فيها الحاضرون نخبة السوخوي وخريطة طريق الحل، رسم مسارا يبدأ بتعديل الدستور فانتخابات نيابية، ومن بعدها انتخابات رئاسية مبكرة يسبقها استفتاء شعبي يجيز تقليص ولاية الأسد الحالية. أما الحكومة فلا اختلاف سواء بتشكيلها بداية أو تأجيل الأمر. هذه الخريطة التي لم تعجب السعوديين ومعهم الأتراك، وهما الطرفان الأكثر جدية وتشددا في دعم المعارضة السورية بأشكالها ومسمياتها المختلفة، طرحوا أفكارهم المختلفة. ويقول سالم زهران:
هنا يكاد يكون الاختلاف على الطاولة السورية أشبه بنظيرتها اللبنانية، فهل تعقد قريبا طاولة واحدة للملفين يترتب بموجبها سلم الأولويات؟ ويختم زهران: لا يبدو ذلك قريب المنال حتى الساعة، فعلى الرغم كثرة الضجيج فإن الحجيج إلى التسوية لا يزال مبكرا إيذانه، والرهان على الميدان مستمر، والجدل السياسي أشبه بالترف على حد قول الدبلوماسي الضيف في بيروت. ننتقل إلى السفير، وفي عيون السفير سؤال سأل أحد الخبثاء: ماذا يمنع استدعاء شامل روكوز من الاحتياط على غرار ما فعل الرئيس الراحل سليمان فرنجية في السبعينيات عندما استدعى العميد اسكندر غانم من الاحتياط ورفعه إلى رتبة عماد وعينه قائدا للجيش؟ في موضوع الأمير والكبتاغون كتبت سعد علاو: علمت السفير أن الأمير عبد المحسن ومرافقيه قد وصلوا إلى لبنان في 24 تشرين الأول الحالي بصفة سياح، وأن طائرة الأمير كانت متوجهة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى منطقة حائل في السعودية التي يحكمها عمه الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وتجري مراجعة سجل الأمير السعودي ورفاقه لمعرفة ما إذا كانوا قد زاروا بيروت بالطريقة ذاتها قبل هذه المرة، وهل نقلوا سابقا كميات من الكبتاغون التي قدر ثمنها بنحو ربع مليون دولار أمريكي؟ نختم مع الأخبار وما كتبه حسن علي عن الموضوع. يقول حسن علي: للمرة الأولى في لبنان يخرج أمير سعودي محفورا من مطار بيروت الدولي إلى النيابة العامة، إنه نوع خاص من الكبتاغون. ويتحدث عن الكبتاغون، هو معروف باسم زينيا، هو أجود الأنواع، وبحسب المحققين قيمة الصفقة تزيد على 110 ملايين دولار. بحسب المعلومات التي حصلت عليها الأخبار، فأن الأمير نفى بداية أي صلة له بالمضبوطات قائلا: اسألوا يحيى، لا أعرف كيف أتى بهذه الصناديق. مع تقدم التحقيق أقر الأمير بأنه يتعاطى المخدرات، أما يحيى فقال في البداية أن وكيل الأمير خالد حاء اتصل به من السعودية وقال له: سأرسل لك بيك أب محملا بصناديق تحوي قطعا أثرية، أحضرها لي. الموقوفون الآخرون نفوا أي صلة لهم بالمضبوطات. يقول حسن علي: في مخفر حبيش ازداد التضارب في إفادات الموقوفين. يحيى أصر على رواية أن وكيل الأمير هو من طلب منه نقل الطرود، مع قوله أنه كان يعرف أنها كانت تحوي كبتاغون لا تحفاً أثرية. أما صاحب السمو الملكي فقال أنه لا توجد علاقة بين يحيى وخالد، وأن يحيى هو المسؤول عن الطرود. على صعيد آخر، بدأت السفارة السعودية اتصالاتها للضغط على الجهات القائمة بالتحقيق، لكنها لم تجرؤ بعد على طلب لفلفة القضية. اكتفت السفارة السعودية بجس النبض. وكيل السفارة والوزير المفوض توجها إلى المطار أمس، طلبا معاملة الموقوفين بالحسنى فتلقوا وعدا بذلك. كذلك طلب الوزير المفوض عدم تكبيل يدي الأمير، لكن طلبه رفض. مصادر مواكبة للتحقيق أكدت أن الأمير لا يحظى بأي حصانة دبلوماسية رغم كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي. المصادر دعت ألا يتخذ داني شرابي القاضي قرارا بإطلاق سراح الأمير الموقوف، وأن أمام العائلة المالكة السعودية خيارا واحدا للفلفة قضية ابنها، إقناع الموقوف الآخر بتبني عملية التهريب برمتها، وأيضا إقناع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بإصدار قرار خطي بإطلاق عبد المحسن آل سعود قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق. فبعد الإحالة ينبغي إقناع قاضي التحقيق والمدعي العام التمييزي معا لضمان عدم إبقاء الأمير السعودي في السجن. يقول حسن علي: هذا قبل أن يبدأ آل سعود ضغوطا سبق أن استخدموها على دول تلك تملك عفوا منعة وطنية لا تقاس بتلك الضحلة الموجودة في لبنان، حيث أوامر آل سعود للسلطة لا ترد. أيضا في الصفحة نفسها وفي مقتطف صغير تقول الأخبار تتحدث عن أمراء وكوميديون: اعتاد القضاء اللبناني خاصة في عهد المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا إطلاق سراح السعوديين المنتمين إلى العائلة المالكة أو القريبين منها والذين يضبطون بجرم حيازة المخدرات. أما بإطار آخر تقول الأخبار: أوقف قبل نحو 5 سنوات في مطار رفيق الحريري ممثل مصري كوميدي في حوزته كمية من المخدرات للاستعمال الشخصي، وبعد إجرائه اتصالات بأحد الكوميديين المصريين النافذين تدخل مكتب الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لدى السلطات، فأطلق الممثل الموقوف بسند إقامة
وغادر إلى القاهرة. لابد من الإشارة هنا سمر أنه جميع الصحف عنونت في المانشيتات عن موضوع الأمير والكبتاغون، باستثناء كان لافتا المستقبل، الحياة والشرق الأوسط، بالرغم من موضوعيتهم يعني بهذا الأمر، ولكن لم يأتوا على ذكر هذا الموضوع. عودة إليك سمر. ليش مستغرب؟ مستغرب؟ من باب المهنية مستغرب. نعم، من الباب المهنية مستغرب، بس من الباب السياسي مش كتير مستغرب. هلا في شيء أهم من المهنية. على أي حال شكرا لك كلارا. خلينا نتوقف مشاهدينا مع فصل إعلاني قصير، نعود بعده ونتابع الحوار. مرحبا فيكم جديد مشاهدينا، وأتابع الحوار مع ضيفي النائب السابق رئيس حركة الشعب نجاح وكيم. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ نجاح. عندنا طاولة حوار، حوار ما بعرف هي صراع ديوك، هي حوار مش معروف شو هي، هي تمرير وقت، هي تعمية، هي شيء إيجابي، ما بنعرف. بس كيف تصنف طاولة الحوار بالشكل وبالمضمون؟ طيب ليه على طاولة الحوار موجودين كلهم بالحكومة ايه او لا؟ مفروض ايه. موجودين كلهم بمجلس النواب ايه او لا؟ طيب وقت اللي ما فلحوا عبر المؤسسات الدستورية المفروض ليش بدهم يفلحوا على طاولة الحوار؟ يعني شو اللي بيختلف؟ المسألة حقيقة هي على نحو الآتي. لبنان من 2005 يمر بمرحلة انتقالية، لأنه أصلاً ما لي شيء للمرة المليون بلبنان بحياته ما تأسس دولة. السلطة في لبنان شريكة متعددة الجنسيات، راكبة على معادلة خارجية، ما بتتبدل المعادلة بتتبدل التركيبة بالداخل. هذا هي النظام السياسي. آخر صيغة للمعادلة الخارجية كانت الطائف، ركبت عليها هذه السلطة حتى 2005. الطائف هي معادلة ثلاثية أميركية سعودية سورية. مجرد ما يروح أي مكون منها بصرف النظر عن حصته بالأسهم معناتها أنه المعادلة فرطت. طيب خرج السوري من هذه، خرجت سوريا يعني طارت المعادلة، رحنا على الدوحة. ما بالدوحة ما كان في معادلة بديلة، بالدوحة كان في نوع من ترميم معادلة ماتت. فنحن في لبنان من 2005 ل 2015 عم نعيش في ظل سلطة انتقالية أو مرحلة انتقالية. مرحلة انتقالية بنفس الناس ونفس الوجوه بالضبط ونفس بالضبط نفس بالضبط التركيبة بالضبط. يعني ليست مرحلة انتقالية. تقلك لا، مرحلة انتقالية. هودي إذا بتلاحظي اللي إجوا على السلطة بعد الطائف هن مزيج من ميليشيات السلاح ورأس المال. هودي زعران الشوارع وزعران الصفقات، إجوا وصاروا هن الدولة وراكبين على هالمعادلة الخارجية لا حد 2005. بال 2005 الأميركي قرر، شايف اللي عم تشوفيه بسوريا هلا، تأسس له سنة 2000 في لبنان أو عبر لبنان. طيب بتخليني أحكي عن هيدي، خليني كفي هيدي معلش. تفضل معي اتصال. معلش. فهل من 2005 اللي كانوا ماسكين الدولة أو السلطة صاروا هني عم بيديروا هالمرحلة الانتقالية وناطرين تتركب معادلة خارجية يوظفوا حالهم فيها. المعادلة الخارجية ما ركبت، والمعادلة الخارجية اللي ناطرينها بعدها طويل كتير. البلد ما بيقدر يتحمل. فمن هون منشوف هذا الانهيار بالمؤسسات والانهيار على كل صعيد. فبطاولة الحوار بس كلمة. ايه تفضل. طاولة الحوار مرة أخرى طبخت بحص فقدت فعاليتها. ما هيدي عملوها أكثر من مرة كنوع من إيهام الناس وكسب الوقت. بطل حدا قبضها. أنت ملاحظة يعني بين الناس ما حدا بينطر
شو عم بيصير على طاولة الحوار، لأنه ما حدا مصدق. صارت طاولة الحوار مثل جلسة رئاسة انتخاب رئيس الجمهورية. بالضبط. اسمح لي خلينا ننتقل إلى أهل الحوار. كانوا أهل الحوار امبارح خرجوا من الحوار معي مباشرة عبر الهاتف الوزير السابق والنائب الحالي في كتلة الكتائب مع الوزير إلي ماروني. صباح الخير، واسمح لي أعتذر منك، طولنا عليك بالاتصال ما تواخذنا. صباح النور إليك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك. معليك بالأمس حزب الكتائب أعلن تعليق مشاركته بطاولة الحوار، ليش؟ فسرته ليش بس بحب نسمعها مرة تانية. بالجلسة الأخيرة يعني نعم. مش جلسة امبارح، من 3 أسابيع طلبنا مرارا وتكرارا بضرورة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بمن حضر، وكانوا كل اللي على الطاولة عم بيأدوا للرئيس سلام أهمية إزالة النفايات من الشوارع ولو بمؤازرة القوى الأمنية وتنفيذ الخطة الموضوعة ولو بالقوة، لأنه ما بيجوز تعريض الناس للأوبئة والأمراض، وخصوصا أنه كنا على أبواب فصل الشتاء. امبارح كانت الجلسة والأمطار كانت سرحت النفايات بالشوارع، وما في أي معالجة ولا نية للمعالجة ولا بوادر أمل للمعالجة. فبالتالي اعتبرنا أنه اليوم الحوار حول جنس الملائكة، وأنا هون بأيد أستاذ نجاح وكيم، كنت عم بسمعه أنه الحقيقة عم ندور بنقطة واحدة، وبالتأكيد لن نصل بهكذا أحوال إلى أي نتيجة فيما يتعلق بموضوع انتخاب الرئيس، لأنه الرأيين على الطاولة متباعدين والقرار ليس في لبنان. فمن هون يعني لقينا أنه نوجه رسالة للبنانيين عن تضامننا معهم وشعورنا بالمأساة وشعورنا بالأوبئة التي بدأت تدق الأبواب، ورسالة إلى طاولة الحوار أنه ما بيجوز نبقى بدون فعالية وبدون إنتاجية عم نحكي وعم نفكر الشوارع عن الناس وكأن شيئا لم يكن، وضغط على رئيس الحكومة بالذات أو مساعدة له لاتخاذ القرار. نعم. إذا سمحت لي أستاذ إلي، اليوم كان في رد، نوع من رد من رئيس الحكومة تمام سلام على الكتائب، نحن يعني بتنقرى أنه على الكتائب بالتحديد وعلى كل المكونات، ولكن على الكتائب بالتحديد. يوم لما بيقول الرئيس تمام أنه بأي حق بدك تجي تضغط على رئيس الحكومة وتقول له طلع افتح مكب إصرار بالقوة ونفذ خطة شيب التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالقوة، بالوقت يلي أنت رفضت أنه بمنطقتك على الأقل تعطي مكب أو مطمر لحتى يلم زبالتك بالتحديد، زبالة هذه المنطقة، بالوقت يلي بترتضي فيها أن تستعمل القوة في مناطق أخرى وزبالتك تذهب إلى المناطق الأخرى. كلام منطق، لأنه نحن عم نطالب بتنفيذ خطة أقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تمام سلام، ما عم نطالب بتنفيذ خطة ما بين. بس ما فيك يلي ما بتقبلوا على حالك تقبلوا على غيرك. رح جاوبي تفضل. ما مش شغلتنا نحن نلاقي مطمر للنفايات ومكب، شغلة اللجنة والحكومة مجتمعة. وبالتالي لو لقيت مكب بجبل لبنان جيولوجيا يصلح، ما بيؤدي إلى أضرار بالمياه الجوفية، ما بعتقد كان حدا اعترض. بس اليوم في خطة قيمتها لجنة، وهذه اللجنة عرضت على مجلس الوزراء وأقر مجلس الوزراء. نحن عم نطالب رئيس الحكومة بتنفيذ خطة شيب للنفايات. بعدين النائب، ما يعني النائب ليش عنده صلاحية ينقي قطعة أرض ويقول لها للدولة تعيش دي عمليها هيدي مكبر النفايات؟ النائب أكيد لا بس لما بيكون هذا النائب ينتمي لكتلة، وبالتالي في وراء حزب، وبالتالي في حلفاء وفي تحالفات، بفتكر بيتغير الموضوع. بعتقد أنه حزب الكتائب هو الحزب الوحيد اللي أعطى عشرات الاقتراحات والحلول لهذا الموضوع، وكمان امبارح أعلن الشيخ سامي إذا سمعته لمؤتمره عن وصول محرقة حديثة جداً إلى مناطق بجبل لبنان، من شأن أن تساعد الدولة بحرق النفايات بطريقة بيئية وصحية، وهيدي بمبادرة ذاتية ومن الحزب يعني. فاليوم عم نسعى على شيء الحلول الآلية، ونحن طرحنا منذ زمن
أهمية أن تستلم البلديات هيدي الموضوع أو خلق لمركزية فيما يتعلق بموضوع النفايات، لكن هني مصممين على آلية معينة من المعالجة. صار في خطة طرحت على مجلس الوزراء. طيب. لوين رايحة الأمور هلأ أستاذ إيدي؟ بعد شغلي بدي أقولها. تفضل. اليوم في حلين، حل آني سريع لإنقاذ الناس من الأوبئة والأمراض، وحل بعيد المدى إذا لابد، لأنه للأسف لبنان كله ممذهب وطائفي. إذا لابد من مذهبة وتطييف النفايات حتى من خلال اختيار مكبات ومطامر إلى علاقة بالطوائف والمناطق الطائفية، فهيدي بتكون الخطة البعيدة المدى اللي بتشتغل عليها. لكن اليوم في زبالي بالطرقات، في على البيوت، في على المحلات، عطت بالإضافة إلى الأمراض أبشع صورة عن وطن اسمه لبنان. فلذلك شغلة الحكومة تلاقي حل آني سريع وبعدين منتم إيجاد الحل. وأنا من أنصار القائلين أنه كل قضاء يتحمل زبالته بنفسه بالآخر. وهذا نحن لما نقول البلديات، لما سامش مي اللي يطرح البلديات، فما عم بيحمل زبالته لحدا، عم بيحمل كل قضاء يزيل زبالته بنفسه. كل بلدية كبيرة يعطوها الأموال لتلاقي الحل المناسب بمنطقتها. أنا بدي أشكرك كتير على هذه المداخلة سعادة نائب إلي ماروني. شكرا كتير على مشاركتنا بهذه الحلقة. عندك تعليق على كلام أستاذ إلي؟ للأسف صوت عندكم أنا ما كنت عم بقدر، هو كان واطي شوي الصوت بالستوديو. على أي حال يعني من 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 وحي الكلام اللي كنا عم نحكيه، برأيك لحتى نختم موضوع الحوار وموضوع الحكومة معه كمان، بين قديش في توتر، مبين قديش يعني حتى أهل الحوار عم بيقولوا أنه الحوار مش رح يوصلنا لمحل. تفضلت وقلت أستاذ نجاح بأنها طبخة بحث لا أكثر ولا أقل، ما حتستوي ولا حنطلع فيها بنتيجة، ولكن نحن اليوم عم يكتمل الفراغ. عندنا فراغ بالمؤسسات، فراغ برئاسة الجمهورية، مجلس النواب ما عم بيقوم بالدور اللي لازم يقوم فيه لأنه ما في مجال للتشريع في هذه المرحلة. حكومة خلقت عم بتصرف أعمال، يعني الله خلقها عم بتصرف أعمال أصلاً، وهلأ قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بعد كلام الرئيس تمام سلام، وترك خياراته مفتوحة. ما في أرادة، ممكن أن يذهب إلى الاعتكاف أو شو الاستقالة. شو بيصير؟ والاستقالة شو بيصير؟ شو بيصير؟ الاستقالة الحكومة بتصير تصريف أعمال. ما هي هلأ يعني أصلاً؟ لا شيء هلأ حتى عم تقدر تصرف أعمال. الاعتكاف شو يعني الاعتكاف؟ ما بفهمها هيدي الاعتكاف. يعني بيحرد وبيقعد بالبيت. بيحرد بيقعد بالبيت يعني هاي ما إلى حل، ما إلى علاج سياسي. في يا بيستقيل يا بيضل. بيستقيل بيستقيل لمين؟ وإذا استقال حكومة تصريف أعمال ليش هلأ يعني؟ بغض النظر عن بيستقيل لمين، هل الرئيس تمام سلام برأيك مالك قراره بموضوع الاستقالة؟ تقلك شيء، ليش تحكي عن أفراد؟ في عندك سلطة لا تملك قرار، السلطة كاملة. وأنا قلت لبنان، السلطة في لبنان كانت دايما شركة متعددة الجنسيات، إنه اللي بالداخل بيعبروا عن إرادة الخارج اللي داعمهم. اليوم نحن أمام خارج يعني لبنان بآخر سلم أولوياته، ما حدا شوي. سألين عنا إذا بحسبين حالنا إنه عم بيفكروا فينا. معلش اسمحي لي شوي، أنا الحقيقة أستاذ تمام سلام ما في مشكله بيني وبينه، يعني معرفتنا ما كثير، وهو كرجل زلمه مهذب. بس كمان عم بحكي مع رئيس الحكومه هلا. انت يا رئيس الحكومه وقت اللي في خطر بيتهدد دولتين، مش شو بدي بالشقيقتين والى اخره، في خطر واحد عم بيتهدد لبنان وسوريا، عنده حدود مشتركه جارتين، مش بس في مصلحه مشتركه. انه لك يا عمي معقولة انت انه بسوريا هلا بلشوا يركضوا تيحكوا مع الدولة السورية؟ امبارح كان وزير خارجية عمان، سلطنة عمان، عم بيجوا هذا عدا عن الوفود الغير معلن. ايه انه في دولة واحدة مقاطعة بالكامل سوريا هي لبنان، انه بتروح على الأمم المتحدة وليد المعلم، وعلى فكرة أنا الرجل كتير هيدا بقدره، بس هيدا وزير خارجية سوريا،
بيلتقي بوفود من أمريكا اللاتينية وبتجري. وطيب وقت اللي رحت قعدت يعني مع الملك عبد الله بن الحسين، شو حكيته عن شو تسليته، شو الشيء المشترك بيننا وبين الأردن هلأ بهالأزمات اللي احنا فيها؟ بس هيدي بدها قرار اليوم. الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية اخدي قرار نقي بالنفس بهالموضوع، نقيين بنفسنا. طيب اللي بينقب نفسه بدي سلم فيها جدلا. طيب اللي ما بيحكي مع سوريا على الأقل ما يحكي مع السعودية. ليه؟ كيف ليه؟ ما السعودية وسوريا، ما السعودية طرف معتدي على سوريا. ستي سوريا والسعودية خصمين. ما بدي أقول السعودية معتدية. ليش بيحكوا مع السعودية ما بيحكوا مع سوريا؟ ليش بيحكوا مع تركيا ما بيحكوا مع سوريا؟ ما في أزمة بي يعني اليوم في حرب مش ما في سوريا. أزمة ما في رجال ما في رجال بيحترموا نفسهم. أكبر دليل إنه ما في رجال بيحترموا نفسهم، في عنا واحد مشلوح بالسجن بفرنسا لأنه كان عم بيدافع عن وطنه، اسمه جورج عبد الله، خلصت محكوميته. لو في دولة بتحترم نفسها جورج عبد الله منه بالحبس. لو في دولة بتحترم نفسها ما بتستقبل أي واحد جاي من فرنسا على أساس أنتم معتديين على مواطن لبناني، وأنا كدولة مسؤوليتي عن كل هالمواطنين وبالدرجة الأولى. جورج عبد الله أنت بتعرف إنه بقضية جورج عبد الله الموضوع أبعد من فرنسا بكثير. شو أبعد من فرنسا؟ يعني أنت عم بتقولي إنه فرنسا دولة كونغرس، دولة غير مستقلة، ماشي؟ شي جديد؟ نعم شي جديد؟ ما بقى في كتير دول مستقلة. أنا ما عم بحكي عن دولة فرنسا، أنا عم بحكي عن الدولة اللي من رعاياها واحد اسمه جورج عبد الله. ما لازم يستحوا يطلوا على تلفزيون، لازم يستحوا يقولوا كلمة هودة. وفي عنده المواطن هيدا ببلاد العالم اللي بتحترم نفسها، هيدا بيحطوا له صورته بين القديسين، هيدا بيفتخروا فيه، مش بيترك مرمي هنيك. وهني كل ما بيجي واحد فرنساوي كلهم بيصيروا يحكوا بالأغ، بيجي خليجي كلهم بيصيروا طال عمرك دغري بيغيروا لغاتهم. يا عيب الشوم اللي تأم، عيب. ماشي طيب، خلينا نكتفي بهذا القدر داخليا ونروح على ما هو أهم بأكثر بكتير بهذا الموضوع. خلينا نشوف شو عم بيصير إقليميا ودوليا بالموضوع السوري بالتحديد، يلي هلأ كل العالم عيونه متجهة إلى سوريا، ما حدا باله لا فينا ولا بغيرنا. سوريا اليوم منذ أن دخلت روسيا الحرب تغيرت المعادلات كثيرة، تغيرت معادلات على الأرض وتغيرت معادلات بالسياسة. امبارحة شفنا جون كيري من بعد ما كان في اعتراض للدخول الروسي في الأجواء السورية وبالحرب السورية عم بيروج لحرب السخوي، وعم بيجرب يقنع الدول المحيطة بأنه هذا أمر ضروري. شفنا اجتماع جنيف يلي عم بيصير، عم شفنا الاجتماعات اللي عم بتصير بموسكو. مين اللي عم بيقنع؟ اليوم جون كيري عم بيقنع التركي والسعودي وغيره والأردني، وهيدا بأنه ضرورية دخول السخوي. جون كيري ما بيقنع اليوم ما بيقنع لا السعودي ولا الأردني، بيأمر السعودي والأردني. بطلناها نحن. طيب اليوم في اجتماع بفرنسا، في لقاء بفرنسا يضم الألماني والتركي والسعودي وحول موضوع سوريا، على أن يعقد اجتماع لاحق في الأسبوع المقبل بتب دعوة روسيا لقله، لأنه هلأ مش داعيين روسيا. واليوم جون كيري ما رح يحضر بأي أحوال. طيب في كلام، الكلام السعودي، الكلام التركي، الكلام حتى الفرنسي امبارح انه ما بدنا مرحلة يكون فيها الرئيس بشار الأسد شريك. طيب بغير محلات مناخات غير هيك كليا، فأي من المناخين رح يمشي؟ شو عم بيصير؟ تلك شيء، أول شيء دخول السخوي مش هو اللي يعني قلب المشهد. في صراع دولة على هذا، على هذه المنطقة كلها متركز من 5 سنين أو 4 سنين متركز في سوريا. هذا الصراع الدولة في جبهتين كتير كبار، في جبهة على صعيد الدولة تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وراء عالميا أوروبا الغربية، وراء إقليميا
ثلاثي أهمه تركيا إسرائيل السعودية. نعم. وفي بالمقابل محور دولي إقليمي تقود روسيا وراها الصين وأيضا على الصعيد الإقليمي في إيران. في صراع بين هالمحورين. شو موضوع الصراع؟ مش قصة الرئيس بشار الأسد. ليش الهجوم على الأسد؟ الهجوم على الأسد لسبب، هو حقيقة هجوم من أجل تفكيك سوريا، إسقاط الدولة في سوريا، وأكثر مرة قلناها من أجل إعادة رسم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، لأنه سوريا، تفكيك سوريا يؤدي إلى تفكيك المنطقة كلها. في هذا الصراع يلي رح بيكون له دور كتير كبير، يعني نتائج الصراع على سوريا وفي سوريا بده يكون له إسهام كتير كبير بتشكيل صورة النظام الدولي المقبل. فمن هون المسألة منا مسألة إنه الحكومة قديش بيتمثل من المعارضة وقديش ما بيتمثل، وقصة الدستور وإلى آخره. المسألة أكبر من هيك. هل تسقط الدولة السورية فبالتالي المحور الممتد من أمريكا إلى كل اللي شرحناهم بحقق انتصاره التاريخي، أو تصمد الدولة السورية وبالتالي المحور الأميركي وتابعه هو اللي بيخسر هذا الصراع في منطقة خطيرة هي الشرق الأوسط؟ ذاهبين بأي اتجاه؟ أنا برأيي أنه تصمد أو تخسر. حتى الآن توقعات الغرب ما زبطت. كانت التوقعات، واللي عم بقوله بتصور معلومات، كانت توقعاتهم أنه سوريا بتسقط قبل نهاية 2012. هذا الأمر لم يتحقق. في خسائر كبيرة، في نزف كبير. شعبنا السوري، نحن سوريين، شعبنا السوري دفع وعم بيدفع كتير، بس بالمقابل الشعب السوري والجيش السوري والدولة السورية مش حمية حالة في صراع هي تحمي الأمة العربية كلها الآن. هلأ فينا نقول، وعلى فكرة لا تزال روسيا في سوريا هي في موقع الدفاع وليست في موقع الهجوم. كيف يعني؟ اسمحي لي. هذا الهجوم على سوريا بدأته قوى عدة إقليمية ودولية. كانت الدولة السورية بالأول وحدة عم بتدافع، دخل على الخط قوى أخرى، دخلت إيران، دخل حزب الله في لبنان، ودخل الروسي الصيني بخطوات محسوسة كانت على بالدبلوماسية أكثر شيء فعالة بالفيتوات مجلس الأمن. الفريق الآخر أو الجبهة الأخرى كانت عم بتصاعد حضورها. يعني قبل ما تجي السوخوي بفترة قصيرة أدخل إلى سوريا 15,000 مقاتل. فإجت مجيء السوخوي والغطى الجوي إجا ردا على هذه الخطوة. الآن اللاعبين الكبار كل واحد عم بيزت ورقة بالميدان، بس الصراع على أشده. هلأ مش مرحلة حلول في سوريا. ومن شان هولي جماعتنا تبع الحوار، هلأ مش مرحلة حلول يعني أي متى؟ أنا برأيي طبعا ما بقدر، ما حدا بيقدر. يعني بكلام، إذا سمحت لي، بكلام سمحت سيد حسن نصر الله بخطبة عاشوراء عندما قال أو توجه ليلي ناطرين في لبنان الحلول من الخارج، وأنه يقعد السعودي والإيراني مع بعضهم، قال لهم هذا موضوع بعيد المنال ومش ماشي الحال بالمنطقة. يعني مش ماشي الحال. إن شاء الله هذا الكلام صحيح، إن شاء الله يكونوا سمعوا. بس لعيب القمار بيخسر أول يوم، تاني يوم بيروح بيلعب سبق. ما هودي ما في سياسي بالبلد، في مراهنات. لا، الكلام اللي كان عم يقوله السيد حسن كلام صحيح 100%، وهذا اللي أشرت له إنه الصراع الآن يتصاعد. مش مزبوط إنه رايحين على تسويات وإلى آخره. فاللي ناطرين إنه تركب تسوية إقليمية تنعكس على لبنان، يعني أنا برأيي يعني هون عم بتقلي إنه في معركة وجودية
بين خطين بالضبط. وين نحن؟ وين نحن؟ هي السؤال. إذا بدك بالاتكال على الطبقة السياسية قاعدين ناطرين، هني ناطرين ومش عارفين إنه هالميت أو هالمريض بغرفة العناية الفائقة يلي هو الدولة اللبنانية ما عادت قادرة تنطر يعني. ماشي، هوني أهمية يعني إنه لازم يطلع قوة وطنية من الداخل تحول لبنان من ملعب إلى شبه لاعب. شو هي هي القوة الوطنية؟ قوة من خارج هذه الاصطفافات الطائفية. خليني أحكي فيها، بدي أتوقف مع بريك إعلاني قصير وندخل إلى تفاصيل ما المقصود بالقوة الوطنية من الداخل. بريك ونتابع. مرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وأتابع الحوار مع ضيفي أستاذ نجاح وكيم. قلت قبل البريك أنه الحل بطبقة، مكون جديد، مكون سياسي جديد يطلع على الساحة خارج إطار هذه الاستفافات وهيدي الكلاسيكية الموجودة. مين يعني؟ لكن معلش ديش معنا كل الوقت لك، تفضل عقد ما بقينا في 10 دقائق. لا أقل من 10 دقائق، رح أختصر. قلت لك من أول ما تأسست الدولة أو السلطة في لبنان تأسست على معادلات خارجية، متفقين؟ لأول مرة بتاريخه بلبنان بيكون ما في معادلة خارجية ماسكة السلطة فيه. ماشي؟ هلأ يعني من 2005. الطبقة السياسية هودي كل واحد منهم مفصل بدلتين، بدلي كاكي وبدلي سموكي. إذا علقت بيعمل أمير حرب، وإذا ركبت بيعمل رجل دولة. بس كلياتهم متأملين إنه مثل ما قال سيد حسن، إذا التقى مثلا لافروف وكيري وقالوا لبعضهم مرحبا وضحكوا بيقولك ركبت، إذا التقالوا واحد إيراني وواحد سعودي وسلموا على بعضهم بيقولك ركبت. هيدي أوهام، هيدي رهانات ما إلى مكان. لن ينتج معادلة في الشرق الأوسط في مدى منظور، لأنه تتركب معادلة بالشرق الأوسط لازم يركب نظام عالمي. بعد معركة الشرق الأوسط في معركة كبيرة ومديدة بشرق آسيا بنتائج هذه. يعني نعم آسيا. وين شو المقصود بشرق آسيا؟ شرق آسيا أي الصراع بين الصين والأمريكان، حديث يطول ما بيتسلل الوقت. لا طبعا، المهم بس هيدا منتظر يعني. نحن أيمتى يعني نحن شو الخيارات اللي قدامنا هون في لبنان؟ كنت عم تقولي إنه في ناس حين أزوا إنه عم نقول نحن سوريين، من هيك رح كررها، نحن سوريين، نحن جزء. إيه وضح لهم إياها. ما بدي أوضحها، اللي ما بيعرف هويته شو بدك تعلمي عليها؟ ماشي. الآن يا بدنا ننطر معادلة لن تتشكل. الأمريكان كانوا متوقعين أنه بتبلش ملامحها بال 2020، تعثرهم في الشرق الأوسط رح يحدث القصة بالقليل أكثر من 5 إلى 10 سنين. هل لبنان قادر ينتظر 15 سنة على هذا النحو؟ لا، يا بدنا ننطر أنه وطننا يموت، يا إما بدها تطلع قوة جديدة. هذه القوة هيدي مش قوة يلعن أبو الكل، هاي القوة بتحدد بالأول خياراتها الاستراتيجية. نحن بأي محور؟ نحن عدونا مين؟ وهلأ اللي بيقولوا بيختلفوا على السياسة الدفاعية، هاي تزليط، لأنه مختلفين من هو العدو. مش صحيح متفقين إنه إسرائيل هي العدو، مش صحيح. المهم بنحدد خياراتنا. قصة النقي بالنفس هيدي تزليطة وكذبة. نحن بالأزمة السورية شو موقف، شو مصلحة لبنان، شو الموقف يلي هو مصلحة لبنان؟ بده يكون في كتلة سياسية محددة بهالصراع لبنان وما هو موقعه وما هو دوره. ماشي؟ انت ملاحظة انه هلأ بتصير كل هالاجتماعات اكتر ناس معنيين بالأزمة السورية هن لبنان.
بدليل مش هني دايما بيبكوا انه ليكوا اللاجئين السوريين غرقوا البلد. طيب خي من حمالي واكثر ريس غايبين عن كل الحلول ومغيبين هني وكل الطاولات صحيح، بس منحضر بالاجتماعات اللي فيها شحادة بيروحوا على اساس يشحلوا وما حدا مأمن لهم، ما بيعرفوا انه اذا عطيون بيسرقوهم شو غشم هودي اللي برا ماشي. فاذا هون البعض بيقول مستحيل، مش ما في شيء مستحيل، في صعوبات بس لازم يبلش يتبلور. مش مستحيل تفتح ثغرات بهيدي الطبقة يلي ما هي كلها ثغرات ولعمي هيرين. مش مستحيل زعماء سميتهم أمراء حرب وسميتهم بفصلوا بدلتين وسميتهم مدري شو بيعملوا، كيف هيدا بدك تشيله وتركب محله بالوقت يلي عشعش شو ضاربة بالأرض؟ يعني وضعهم بالوقت في تقرير عملته الدولية للمعلومات سنة 2000 بيسوى كل واحد يقراه، في هيك سطرين لفتولي نظري طارحين سؤال على الناس بالبلد انه انت قديش مآمني انه الطبقة السياسية وادم ولا حرامية؟ كيف طلعت النتيجة؟ كيف 72% قالوا حرامية، ابون واحد يخبر التاني وبكل قوة. 26% قالوا مبلا حرامية يعني، وواحد بالمية ما جاوب، يعني اللي ما جاوب ورأيه يعني أسوأ من اثنين. أتصوري الشعب صمت علامة القبول يعني، معترف شعب إنه حرامية، مجمع على إنه هودي حرامية فاسدين إلى آخره. طيب هالحالة هيدي يعني هلأ مثلا نرجع على الحراك، في سلبيات وفي إيجابيات، في نجاحات وفي إخفاقات، بس أنت ملاحظة إنه عم ببلش يطل، عم بيتبلور أو عم بيطل، عم بيظهر قدام الناس مجموعة شباب ركزين عقلهم بيشتغل، بيعرفوا يتصرفوا، محترمين، سمعتهم نظيفة. ما هودي ما شوي شوي هودي بيتحولوا، لا بدون يتحولوا، لأنه بالآخر مش أزمة النفايات بالأساس هي فساد سياسي، كل أزمة بالبلد مرد السياسة، فهودي بدون يشتغلوا سياسة. مش عم بعلمهم، انا عم بقول شو الحتمية اللي بدها تصير. مش هني صادقين بانه معالجة هالملفات هيدي بدهم يوصلوا لمحل انه الحل بده يكون بالسياسة. فهلا انا بقول انه بلبنان تتشكل هذه النخبة السياسية الجديدة اللي بتحمل لكل مواطن الامل بانه لا مش رح نترك البلد يفرط بإيد هودة في جهة ما. يعني هذا الحراك أنت تؤمن أنه سينتج نخبة سياسية جديدة يكون عبر نوع من لم الشمل اللبناني أو تركيب البيت الداخلي؟ أنا أتمنى ومطرح ما هون عم بحكي أنا كنجاح وكيل، مش عم بحكي عن حركة الشعب، حركة الشعب شبابنا يحن يعطيهم العافية وصاروا هيك مبسوط فيهم، يعني أسماء حلوة، مش بس شباب حركة الشعب وشباب تنين أسماءهم حلوة قدام الناس وبتوحي بالثقة. أنا أتمنى، أنا إذا كان في عندي رأي ممكن يفيد يقوله بقوله، بس أنا مأكد أنه نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتبلور نخبة سياسية تخلص البلد من هالدوامة المفرغة فيما بين الأطراف الطائفية، أو أنه البلد رح بيروح. تشكل هذه الكتلة صعب، ولكن انهيار البلد هو المستحيل اللي لازم نرفضه دائما. نعم، على هالكلام وعلى هذا الأمل كمان عم نختم هذه الحلقة. خلينا نقول أكثر من الأمل، الإيمان، دايما الإيمان يعني دايما هو الأساس بكل شيء أصلا، سواء كان بالأديان أو بأمور الحياة الأخرى. بس وصلنا بعد لدرجة الإيمان، بعدنا عم نعيش الأمل، حسيت أنه بعد ما لمسنا الإيمان بهالموضوع. في بيت شعر حلو بتذكره للشاعر القروي،
ماشي ثلاثة بيت حلوين. يلا بيقول: ماذا أرجي من الدنيا وقد فرغت منها يدي وقريبا ينتهي أجلي؟ هل لي من الغد إلا أن يقال سعى؟ لم يبغي أجرا ولم يملل ولم يملي، وأنه كان يرمي كلما خمدت نار الحماسة في الأرواح بالشعل، نزهت نفسي عن يأس وعن أمل لما سموت بإيماني على الأمل. حلو، منيحة هيدي، هي أنعتني فيها لإلي أنا هلا، لأنه بعد ما سموت إلى الإيمان عن الأمل بالبلد. على أي حال، ما بعرف إذا قبل ما نختم زميلنا باسل بعد جاهز ولا لا؟ بعد مش جاهز. أستاذ نجاح، سؤال أخير. إيه؟ قبل ما نختم، بما أنك رحت على البيت الشعر كمان، مع هيك طبقة سياسية أنت اختبرتها طويلة، أنا عملت لك كتاب الأيادي السود يعني، ومبين شو فيه بقلبه، وعندك هذه التجربة بالتحركات يعني، سواء كان الشبابية سواء يعني في تاريخ من النضال عشته، يمكن هذا التاريخ هو اللي خليك توصل إلى هذه الدرجة اللي عم تحكي عنها، أنت خطيت الأمل إلى الإيمان. ولكن شبابنا اليوم، الشباب اليوم يلي خلقوا كافرين بالبلد، يعني خلقوا من بطن أمهاتهم كافرين بالبلد، لأنه خلقانين كل واحد عليه 15، قبل ما يفتح تمه عليه 15,000 دولار دين، هلأ صاروا أكثر، يعني صاروا شيء 18 صاروا. طيب هيدا كيف هالقد قادر مفكر انك ترجع يعني تخليه يسمي الى الايمان؟ لكن مش انا بخليه، مش انت يعني، بس انه بشكل عام. اسمحي لي سؤال. عم كل شيء عم ينهار من تحته، عم بيشوف الناس على ابواب السفارات بيتخرجوا. طيب بيفلوا هودي اللي عم بينزلوا، يعني مثلا اول امبارح بيتصلوا فيي من المكتب انه واحد من شبابنا أخذوه على المستشفى. طبعا يمكن المسؤولية بتخلي عند الواحد شيء من شعور الأبوة، فلقيت شوفوني شو قصته. كنت أنا بخارج بيروت، كان هذا أشط من الإرهاق. بس من بعد ما عالجوه بالمستشفى رجع يشتغل. هذا لا أنا عملته، في ناس يأسي وإلى آخره، بس خلينا نشوف هودي الشباب. لا هودي الشباب إيه خلقوا وعليهم دين ومحروق نفسهم وإلى آخره، بس كمان نحن شايفينهم كيف عم يشتغلوا، عم يشتغلوا ليل نهار، كل تحرك كل نشاط عم بيعملوه هودي، عم يسهروا ليلة ورا ليلة ورا ليلة، يخططوا ويدرسوا ويتعاونوا، وفعلا بشكل أكثر من ناضج. فلا ما ناخد شيء ونعمه. الشباب يأسين، اللبنانيين يأسين، لا في ناس يأسين وفي ناس مش يأسين، واللي منهم يأسين وعن يشتغلوا أكيد رح يحركوا الآخرين من يأسهم ومن ثباتهم. نعم، خلينا ننتقل قبل ما نختم. زميل باسل العريضي موجود بعين التينة. صباح الخير باسل. صباح الخير سمر. تفضل علونا الصوت سمر. يعني منذ تفضل باسل. سمر عم تسمعيني؟ ايه تفضل. يعني انا كمان عم بسمعك بشكل واضح. على اي حال، منذ دقائق وصل النائب سورج تركيسيان الى معين التيني، وبالتالي يكون عدد نواب هيئه مكتب المجلس قد اكتملت تقريبا على يسار الى هذا الاجتماع مع الرئيس نبيه بري. على جدول الاعمال او من ضمن الامور التي ستبحث خلال هذا الاجتماع حوالي 44 مقترح ومشروع قانون جاهزين لاقرارهم في الجلسه العامه. هذه او من ضمن هذه المشاريع هناك الاتفاقيات التي يعني سيصار الى بت او معرفه ودراسه ما هي المشاريع من بين هذه ال 44 مشروع التي يمكن تشريعها او تصنيفها تحت مبدا تشريع الضرورة، من بين حوالي سبع قوانين سابقة كانت قد بحثتها هيئة المجلس في اجتماعاتها السابقة ولم تقر، إضافة إلى موضوع استعادة الجنسية. كان هذا اللقاء اليوم في عين التين قد سبقه اجتماع لنواب تحت لواء 14 أذار، المضويين تحت لواء 14 أذار عقدوا اجتماعا تنسيقيا في المجلس قبل وصولهم إلى عين التين. وهؤلاء النواب هم أنطوان زهرة، مروان حمادي، سيرج تور ساركيسيان،
فريد مكاري. إضافة يعني كان تم توافق نواب التكتل تغيير والإصلاح والقوات اللبنانية على إدراج موضوع أو قانون مشروع قانون استعادة الجنسية على أنه يأتي من ضمن مشاريع الضرورة. أيضا من خلال هناك حوالي عدد من المشاريع لمشروع قانون الانتخابات. هذا المشروع أيضا سيسار حوالي في عندنا حوالي 7 أو أكثر قوانين يعني النوتس ضاعت شوي معي. على كل حال هناك عدد من المشاريع القوانين التي ايضا على كل حال باسل ما تعب حالك ما حيعملوا شيء منهم ولا رح يحلوها اليوم يعني نحن عم نتأمل خير بس لكن ثمر حقيقة يعني بما أنه تم التوافق على موضوع استعادة الجنسية على أنه يأتي من ضمن مشاريع التشريع الضرورة ربما يعني هذا مؤشر على أنه هناك إيجابية معينة لعقد جلسة تشريعية. طبعا هناك عدد كبير من المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة من ضمن عدد من المواضيع المالية إضافة إلى رواتب الموظفين. يعني نحن كنا عم نتابع خلال الأيام الماضية عن الأزمة التي قد تضرب لبنان اقتصاديا وماليا في حال لم يصار إلى البت بعدد من المشاريع. كنا سمعنا أيضا بالأمس في تقرير للزميل رامز القاضي مع مدير البنك الدولي لشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتحدث عن مشكلات كبيرة قد يواجهها لبنان في حال لم يصار سيخسر القروض إذا لم يتم توقيعها قبل نهاية إذا لم يصار إلى الاستفادة من هذه الأموال. صحيح يعني وبالتالي هناك ضرورة قصوى لعقد مثل هذه الجلسة. وعلى ما يبدو يعني نستشف من موضوع استعادة الجنسية على أنه ربما هناك إمكانية كبيرة لمثل هذه الجلسة. لا ان شاء الله بس المدام فيها مصاري القصه بتنحل وبيجتمعوا بيوقعوها لهيدا ما حيخلوا القروض تروح دعم اكيد. شكرا لك بس العريضه. بيعجبوني هول انه استعاده الجنسيه كانه اللبنانيين المغتربين قد ما عم ببين دولتهم قدامهم بصوره هيك مرتبه والبلد يعني محمسين. حالتهم عم بيقتلوا بعضهم على استعاده الجنسيه واللي عنده جنسيه عم بخزقها للاسف. شكرا لك على مشاركتنا بهذه الحلقه رئيس حركه الشعب النائب سابق نجاح وكيم. اهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دائما ضيف عزيز ببيتك. شكرا مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم والى اللقاء.